طرد جماعي للدبلوماسيين الروس على خلفية ما جرى في بوتشا، هل روسيا مستعدة للعزل الدبلوماسي؟ شوف صديقي، بالنسبة لطرد الدبلوماسي لم يكن احتجاج على بوتشا، هو احتجاج لهم جواسيس. يعني قدمت الورقة اللي قدمت للخارجية أو السفراء الروس الموجودين في أوروبا بطرد الدبلوماسيين أنهم يشكوا لهم بانتهاك الأمن القومي للدولة الواقعين فيها، يعني بتهمة التجسس، وليس احتجاجا على بوتشا. لأنه إذا احتجاجا على بوتشا بحاجة إلى دليل قاطع وبحاجة إلى محكمة دولية وخبراء دوليين، فهي احتجاج. الله، بالنسبة للأزمة الدبلوماسية، كيف تلقى روسيا هذا التبرير من قبل تلك الدول بأنها صحيح؟ أي قلت لك أنا من أول لقاء أنه روسيا تنتظر إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع كل هذه الدول، مع 60 دولة. هي خلينا نكون صريحين، يمكن يبقى تمثيل، أقل تمثيل ممكن، ولكن أنا الآن نقول من الصعب عودة العلاقات مرة. يعني هذا فينا نقول إنهاء العلاقات الأوروبية الروسية.